فيا تكتبوها يا حاولوا تشتغلوا معايا. طيب هنبتدي نرسم البارت ده. البارت ده ايه اول حاجه؟ ده 2D. خليكم معايا، لو هتقعوا من على اللاب سيبوا اللاب وخليكم معايا. ماشي 2D بلانر ديفورمبل زي ما احنا. طيب شيل ولا واير ولا بوينت؟ شايفين الشكل اللي هنرسمه ده ايه؟ شيل ولا واير ولا بوينت؟ شيل. شيل ده ملوش دعوه بالشيل اليمنت، ايوه ده البيس فيتشر يعني الشكل اللي انا هتعامل معاه ده. شيل ماشي كونتينيو. طيب هرسم الشكل ده، هرسم مستطيل كده. دايمنشنز هتبقى ايه بقى؟ النص، خلوا بالكم بقى تبقى الهايت 250 والويتس 100. انا كده اهو رسمت الربع، وبعد كده هعمل الهول. الهول يا ممكن اعملها يا دايره وبعد كده اعمل تريم، يا اما اعملها ارك على طول سكتش عادي بقى، الاوبشنز بتاعتكم براحتكم يعني. دايمتر 40 يعني الراديوس 20 ماشي. بعد كده ماشي تريم مش هنسرق، انا حددت الراديوس براحتك بقى، حط النقط هتبقى عندك 0 و20 و20 و0 زي ما انت عايز، او ارسم دايره وبعد كده ممكن تعمل لها سمارت دايمنشن اهي. في سمارت دايمنشن اد دايمنشن اد دايمنشن. وبعد كده وات ايفر هتعمل ايه تريم اهو المنقط ده. انا عايز امسح بقى ايه الربع الاخير ده، ده وده. تمام كده رسمنا البارت اهو، ادي البارت بتاعنا ماشي. بعد كده نعرف بروبرتي، هنشوف دلوقتي. هدخل اعرف البروبرتي بقول له الدينستي زي ما احنا عارفين 7.81 اي باور سالب 6 ميكانيكال يانجس مودولس 210 وبوسون ريشيو 0.3. مش عايزين حاجه تاني خلاص هنا. طيب بعد كده السكشن، هنا مفيش بروفايل بقى خلاص، البروفايل ده كان في الشافت خلصنا، ما عندناش حاجة اسمها بروفايل هنا. طيب السكشن، السكشن هنا ايه؟ شيل برضو السكشن. بص افهموا السكشن ده معناه البروبلم في الريال لايف شكلها عامل ازاي. سوليد هوموجينيوس معناه ايه؟ اللي احنا عملناه في الشافت وهنعمله هنا تاني. سوليد هوموجينيوس معناها ان البروبلم دي 3D والماتيريال هوموجينيوس، يعني الاي والبوسون ريشيو اللي انا معرفهم في الاكس زي الواي زي الزد. تمام؟ فهنا انا عندي السكشن سوليد هوموجينيوس. سكشن الشيل ده هنستعمله لما نيجي للشيل اليمنت اللي هو مش فاهم اصلا ان في 3D، هو بيتعامل مع 2D، انما احنا هنا 3D بس عشان سيكنس قليل بنتعامل معاها على انها 2D. ف مش هوموجينيوس بقى، تعرف له بقى لو الماتيريال بتتغير الاي بتتغير، تدي له بقى انت في كل مكان الاي عامله ازاي. احنا هوموجينيوس اه، تعمل مع الماتيريال العاديه. لا كل حاجه انا ما دخلتش في الحاجات دي قبل كده، بس الجنراليزد بتبقى حاجات مثلا اللي بيبقى فيها بورس، لو حاجات سباكه عندك شويه هواء هنا فتلاقي الماتيريال مرحله في اكستنتريستي، لو انت حاجه مدوره مثلا اه غير كومبوزيت بقى. بس فاحنا السكشن بتاعنا ايه؟ سوليد هوموجينيوس ماشي. هنا بقى بيجي يقول لي اهو، انا قايل له اصلا ان هو 2 دي، فهو فهم على طول ان هو برين ستريس سترين. لو انا ما حددتلوش ده هياخد السكنس بيشتغل بير يونت. اليونت اللي احنا شغالين بيها هنا ايه في اللينس؟ واحد ايه؟ واحد ملي. شغال بملي مش هتفرق لو هو بيطلع كل الريزلتس بير ملي زي ما انا هديله السكنس 2 ملي، لان انا شغال بايه؟ ببريشر. البريشر هي 50 هي. تمام؟ فانا ممكن اعمل دي واقول له السكنس اللي انا عايزه 2 ملي اللي هو عندي هنا، وممكن اسيبها زي ما هي مش هتطلع اي فرق، مش هيبقى في اي فرق في الموضوع. تمام؟
خلاص والماتيريال اللي انا عرفتها. بعد كده بنعمل الساين للسكشن. هو السكشن انا اخترت شيل وهوموجينيس سوليد هوموجينيس. انا بقول ركزوا معايا سوليد مالناش دعوه بالشيل دلوقتي. بعد كده بقصين السكشن تمام خلاص. سكشن 1 سوليد هوموجينيس الماتيريال هو فين كل حاجه. اوكي طيب بعد كده ادخل على الاسمبلي. ما عندناش غير بارت واحد اندبندنت. بعد كده الستيب الستيب العاديه بتاعتنا خالص اللي هي ستاتيك جنرال زي ما احنا لسه ما دخلناش في حاجه تاني. بعد كده ما عندناش انتر اكشن مفيش حاجه بتحتك بحاجه. بعد كده ندخل على اللودز وعلى المش ماشي. الستاتيك جنرال زي ما هي. لو محتاج ادور على ناتشرال فريكوانسي هروح اعمل اللي عملناه المره اللي فاتت اللي هي اللينير بيرتربيشن وبعد كده فريكوانسي. لو انا اللود اللي انا بحطه ده فاتيج لودنج وعايز اشوف انا فين من الريزونانس ماشي. نيجي هنا اللود اللي عندي بريشر صح. طيب بريشر طوله هحطه فين؟ على السيرفيس ده ماشي. طيب بريشر هو بيفهمه على طول ان هو بريشر يعني داخل على السيرفيس. فانا لو عايز اعمل تنشن حطه بالنيجاتيف حطه بالنيجاتيف. لو عاوز اعمل تنشن احطه بالبوزيتيف مش الواي فوق. لا ده ملوش دعوه بالواي. بريشر يعني بريشر. فانا لو عايز اخليه تنشن احط له سالب تمام ملوش دعوه هنا بواحد واثنين وثلاثه وبوزيتيف ونيجاتيف ماشي. هنا البريشر عندي كام؟ 50 ميجا باسكال. خلوا بالكم اليونتس 50 جنيه بس. بصوا انا ما حطيتش السالب راح حاطه ازاي؟ لتحت. اديت خليه سالب بقى لفوق ماشي. نيجي للباوندري كونديشنز بقى خليكم معايا دقيقه. عندي في الباوندري كونديشنز تو كيسز في الحاجات اللي فيها سيمتري. الحاجات اللي فيها سيمتري عندي تو كيسز. يا اما هعمل ديسبيسمنت وروتيشن عادي خالص زي ما كنت بعمل يعني مثلا اهو خلينا نعمل واحده كده واحده كده ديسبيسمنت وروتيشن. ناخد مثلا لتحت الايدج اللي تحت دي. قلنا الايدج اللي تحت دي ممنوعه من الحركه فين؟ في اتجاه الواي. ممنوعه من الحركه في اتجاه الواي. لو اتحركت في الواي معناه ان البارت اتقسم نصين مش دي ميرور ايمج. لو اتحركت في الواي يبقى التاني يبقى تحت. يبقى انا ممنوع اتحرك في الواي. وايه كمان؟ ما بتلفش لان ده لاين اوف سيمتري. لو اللاين ده ميل كده يبقى اخول لتحت ميل الناحيه الثانيه بقى يعني عندي البارت اتقطع كده. فلازم اللاين اوف سيمتري ده يفضل في مكانه ما بيلفش ماشي. دان. طيب عندي ايه الاوبشن التاني بقى في السيمتري؟ يعني اللي هيتلخبط فيه ما يعملوش انا هقوله لكم كده كده اللي عايز يجربوه يعني. الاوبشن الاولاني ده اللي هو سيمتري وانتي سيمتريك وانكاست. طيب بيقول لي برضو هات الايدج بتاع الباوندري كونديشن ماشي. هنقول دي سيب بص معايا هنا دلوقتي هقول له هاخد الايدج دي. طيب بيجيب لي ايه بقى؟ بيجيب لي شويه اوبشنز تانية. ايه الاوبشنز دي بقى؟ اقروا كده اكس سيم او يعني اكس سيمتري واي سيمتري زد سيمتري. بعد كده اكس اي سيمتري واي اي سيمتري زد اي سيمتري. اللي فيهم الاي دول اللي هم الاكسي سيمتريك اللي لسه مش هناخدهم دلوقتي. احنا دلوقتي في اكس سيمتري واي سيمتري زد سيمتري ماشي. معناهم ايه بقى؟ اكس سيمتري معناها مش ان هو symmetric about x. مش معناها ان هو symmetric about x يعني مش معناها فوق وتحت. معناها symmetric في اتجاه الx يعني symmetry about الواي بالراحه. مش symmetric about الx يعني مش فوق وتحت. symmetry في اتجاه الx يعني اللي هو about الواي. يعني احنا في اللي احنا مختارينه ده محتاجينه ايه؟ اكس سيمتري ولا واي سيمتري؟ اكس سيمتري مش كده وكده. عفوا احمد اللي انا مختاره ده محتاجه اكس سيمتري ولا واي سيمتري؟ اكس سيمتري. اكس سيمتري في اتجاه الاكس. ولو وقبل ما اختار اتاكد من النودز انا عايز امنع الحركه فين؟ في اتجاه الاكس اهي. انما واي سيمتري معناها ايه هنا؟ زي اللي انا عملتها زي اللي عملتها تحت ممنوعه في اتنين فا اكس سيمتري وبيمنع بقى بقيه الانجلز معاه. يعمل كده يا اما يشتغلوا ديسبيسمنت روتيشن لو هتتلخبطوا. ماشي اهو وحطيت اللود وكل حاجه خلاص. طيب
ندخل بعد كده عايز اعمل مش. طيب اول حاجه قلنا بنعمل ايه؟ سيدنج. ماشي، ناخد البارت سايز مثلا كام؟ 10 مثلا. 10. طيب فاكرين ريشيو الاتش على ال دي قلناها ايه؟ اتش على ال دي بتقول ايه؟ اتش على ال دي معناها ان انا عندي الاليمنت، الاليمنت اهو انا بختار، انا اخترت ايه دلوقتي؟ انا اخترت السايز صح؟ اللي انا اخترته فوق ده ايه؟ السايز. طب السايز ده مش ممكن يبقى في مربع مثلا وممكن يبقى حاجه زي بالمنظر ده؟ سيبوا اللاب، سيبوا اللاب، خليكوا معايا. السايز اللي انا اخترته ال 10 ده مش ممكن يبقى اللي هو الاريا دي تبقى كده وممكن تبقى كده؟ صح؟ طب مين فيهم تبقى الريزلتس احسن من وجهه نظركم كده؟ لا؟ المربع نفسه. هو اتجاه ايه؟ لا اتجاه اللون ما بيفرقش. احنا عايزين المربعات دي لو هي 10 تبقى نفس اتجاه السكوير برضه. عندي حاجه اسمها الشيب، شيب فانكشن او الشيب فاكتور. الشيب فاكتور ده بيعمل ايه؟ انا كل اليمنت هو بيتعامل معاه ازاي؟ بيجيب السنترويد بتاعه وبعد كده يجيب يجيب الريزلت عند السنترويد وبعد كده يروح ايه؟ موزعها هنا وهنا وهنا وهنا. طب لو انا اليمنت عندي برده 10 زي ما انا اخترته بس منظره عامل كده برده نفس ال 10 السنترويد ده بتاعه هنا، الريزلت دي تبقى زي دي؟ لا. ونفس المنظر بقى كل الاشكال الاوت بقى دي. فانا بحاول فالاتش اوفر ال اللي هي ايه؟ اتش اوفر ال. فانا اكتر حاجه انا محتاجها او احسن حاجه انا محتاجها الريشيو دي تبقى كام؟ واحد. تبقى واحد، ان انا اقرب من واحد، مفيش حاجه اسمها واحد. فانا خلينا مثلا نعملها مرتين، خلينا نسيبها بوينت 1 زي ما هي ونقول له ايه؟ اعمل سيدنج يا عم واعمل مش. بصوا المنظر عامل ازاي؟ شويه مربعات من حسن حظنا لان الشكل سهل، بس الحاجات في حاجات برضو في النص لازم تبقى اود كده. طب لو انا لو انا قربتها، لو انا قلت له عايز اعمل سيدنج تاني واخلي دي مثلا ايه؟ بوينت 9، يعني مش هتبان قوي لان هي اصلا معظمها مربعات. ماشي، لو انا قلت مثلا دي بوينت 9 هيقول لي ديليت المش القديمه واعمل مش تاني. هي هي عشان مش باينه هنا يعني. طب خلي لما نرن تاني هتبان. مثلا خلي دي ايه؟ 5 مثلا، 5 ايه مش قدام دلوقتي. طيب ماشي، انا دلوقتي عملت المش، طبعا كل ما بصغر كل ما الريزلتس تبقى احسن. فانا يعني خلينا نبتدي مثلا بخمسه، انا بادي بخمسه ماشي. بعد كده انا اعمل جوب، نيو جوب، وين سبميت الجوب، سيبه يرن. باشمهندس هو جوب 1 بيفضل اسم جوب 1 ده موجود على ما هو عشان في جوب قديمه فبيقول لك ريبليس، عايز تسميها حاجه ثانيه سميها. ماشي خليكم معايا. الريزلت بتاعتنا اهي، ده الديفورمد شيب اللي انا كنت متوقعه ولا غيره؟ عشان كده بنقول على البروبلمز دي بنش مارك بروبلمز. انا كنت متوقع كده ولا كنت متوقع حاجه تاني؟ اه كنت متوقع كده. الماكسيمم ستريس فين؟ اهو تحت اهو. ماشي طيب الماكسيمم ستريس اللي طالع عندي ده كام؟ 100 119 تقريبا. طيب فاكرين الكي تي؟ ستريس كونسنتريشن فاكتور، فاكرينه؟ كنا بنجيبه ازاي الكي تي ده؟
ايوه اللي هو بيساوي ايه يعني اصلا؟ يعني انا عندي من البروبلم دي كي تي يبقى كام؟ واحد على ايه؟ سكشن لا واحد على واحد زائد كي. الله اكبر علي. انا لا 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 الكيهات اللي انتوا بتقولوها دي بتاعت ال بتاعت فتيجة اللي دخلت في الفتيجة. طيب الكي تي ده كان بيجي ازاي؟ لو حاجة بالمنظر ده او عامة بيساوي ايه الكي تي؟ الكي تي بيساوي الاستريس اللي موجود اللي هو الاستريس الكبير اللي طلع ده اللي انا مش عارف هو جاي منين بالنسبة لايه بقى؟ بالنسبة لحاجة اسمها النورماليزد ستريس او ستاندردايزد ستريس اللي هو فين؟ اللي هو كان المفروض الاستريس يكون هنا من غير ما يحصل ستريس كونسنتريشن. يعني انا عندي اللود ده عمل ستريس كام هنا فوق؟ ستريس احنا حاسبينه عمل 50 ميجا باسكال. طب لو انا جبته على الاريا دي مش الاريا دي اقل شويه؟ يبقى المفروض الستريس كان يبقى كام؟ اعمل ايه بقى؟ اقسم الفورس على انهي اريا؟ الصغيره دي اللي هي دي ودي فيديني كام مثلا؟ انا دي 40 ودي كانت 200 يعني دي 160. حد يحسبها كده؟ 160 في السكنس الفورس على 160 في السكنس. حد يحسب كده على اللاب دي تطلع كام فين؟ اللي هي الاريا دي ٢٦.٥ ميجا باسكال. يعني النورماليزد ستريس لو انا ما عنديش ستريس كونسنتريشن المفروض الفاليو دي هتطلع كام؟ ٢٦.٥ ميجا باسكال حاجه بالمنظر ده كده. طيب انا توزيع الاستريس اللي عندي بقى اللي طالع ده منظره عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ مش عامل حاجه كده؟ جاي كده اهو بيجي في الاخر هنا يروح عامل كده. مش ده اللي طالع عندي هنا؟ طيب ايه الكي تي بقى؟ الكي تي هي الفاليو دي على الفاليو دي هي دي الكي تي. الماكسيمم ستريس على نورماليز ستريس اللي هو كان المفروض يبقى موجود على الاريا الصغيره دي من غير ما اخد في اعتباري ان هيحصل ستريس كونسنتريشن هي دي الكي تي. طيب الكي تي دي ليها جرافات فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقارن اللي بيطلع هنا من الفاينايت اليمنت. طب دول على بعض كده يبقى يساوي كام؟ احنا الماكسيمم ستريس قلنا كام ده؟ 119. طب انا بتعامل مع ميسز هنا ولا بتعامل مع ايه؟ ميسز. انا ايه اللي يهمني هنا؟ هو انا اللود عندي كده صح؟ لا لا مش الواي. يبقى انا اللي يهمني اس 2-2 اس 2-2 كام؟ 123 على مش واحد طلع 1.48 هي بتزيد ماشي هنشوف الكلام ده. طيب طلع 123. حد يقسم كده بقى ال 123 على 62.5 دي؟ كام؟ 1.9. طيب خلينا نشوف الكلام الاناليتيكال بقى بيطلع ازاي هنا. مثلا الجرافات دي موجوده فين في شكلي؟ موجوده في اخر شكلي. 1.9 اهي. اهو. بار انتنشن ويز ترانسفيرسبل. ماشي. نجيب الفاليو هنا ازاي؟ 40 على 500 الاول هنجيب الدي على دبليو. الدي اوفر دبليو. الدي كام؟ 40 والدبليو 200. 40 على 200 5 2/10 2/10 200 الويت 40 على دبليو 2/10 2/10 تديني الكي تي يبقى بكام؟ 2.5. انا طالع كان طالع معانا كام دلوقتي؟ 1.9. يبقى انا محتاج اقرب شويه. انت كنت عامل المش كام؟ انا 1 كنت مطلع وطلعت لك كام؟ احسب الكي تي كده. انا الاس 2 2 طلع لي 1.48
1.48 المفروض ماكس على 144 يعني على 62 ونص على 62 ونص ماشي. انا هنا مثلا كنت عامل المش 5 طلع الكي تي بكام؟ 1.9 طب ما تيجي نصغر المش شويه. لان انا اللود عندي في الواي، انا اللي بيعمل الستريس كونسنتريشن ايه هنا عندي؟ اس 2 شايف انا بشده في اتجاه ايه لود؟ اهو ما عنديش حاجه. الجراف سرعه كام؟ ايه؟ القيمه اللي من الجراف 2.5 دي القيمه الاناليتيكال الديسكريت اللي انا بقارن اللي انا بعمله بيها. ماشي خلينا نصغر المش شويه. انا مثلا بدل 5 خدها مثلا 3. خليه رن تاني. كانت كام اول فاليو طلع؟ كانت 100. انت لسه شغال. دي طلع 1.9. اشتغلنيش. ماشي. دي كانت 123. تاني 123. اه كانت 123. هنا اس 22 100 35 تقريبا. 135 كده 135 على 2.5 2 16. طيب بقرب من كام؟ انا قلت البنش مارك بتاعتي اللي انا بدور عليها كام؟ 2.5 صح؟ دي الاناليتيك. طيب كل ما بقلل المش سايز بروح فين؟ دقه. عمال اقرب دقه. طيب ده معناه ان انا كل ما اصغر كل ما هقرب من الفاليو بتاعتي. طيب طب انا اصغر ده كله يعني انا محتاج ده اصغر ده كله عشان اقرب. هو انا الاستريس اللي انا بدور عليها فين؟ مش هي هنا يا دوبك اهي؟ يبقى انا مش محتاج اتعامل مع ده كله. يعني ممكن يعني انا ممكن اخلي دي الاليمنت سايز هنا 0.1 واسيب اللي بره ده زي ما هو. انما لو عملت كل ده 0.1 الجهاز هيهنج. اه بس طيب فانا دلوقتي عايز اعمل حاجه، عايز اقسم البارت ده 2 واتعامل مع ده لوحده وده لوحده. ماشي نعمل الكلام ده ازاي بقى؟ ارجع بقى لا اه فاين مش دي بنعملها ازاي؟ الاول لازم افهمه ان البارت اللي انا عامله ده اخليه 2 اخليه حتتين. فانا برجع فين؟ ارجع كده اي موديول قدام بارت مثلا واجي عند بارتس بارت 1 فيتشرز شيل بلانر اللي انا كنت عاملها واقول له ايه؟ اقول له اديت اديت السكتش او دبل كليك على السكتش. تمام تمام. ارجع افتح السكتش اللي انا عملته تاني وافضل نازل جوه التري بارت بارت فيتشرز شيل بلانر السكتش. ماشي عايز اقسمه حتتين. بقسمه حتتين ازاي؟ ان انا اجي مثلا ارسم اعمل ارك هنا جوه. دي سهله صح؟ اعمل ارك هنا جوه. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ دي سهله قوي ان انا اعملها من السكتش. ان انا اجي ادي البارت بتاعي انا عايز اعمل ايه اصلا؟ عايز اعمل بارتيشننج. طيب في اوبشن هنا على طول اسمه بارتيشننج اهو كرييت بارتيشن اللي هو المقص ده. اقول له كرييت بارتيشن. طيب انا عايز اعمل بارتيشن لايدج ولا للفيس ولا للسيل؟ للفيس. ماشي هعملها فين؟ عايز اعملها في السكتش. عايزك وريني السكتش اللي انا رسمته وانا هعمل فيه البارتيشن. ماشي راح فاتح لي السكتش. هعمل نفس الارك اللي انا كنت عايز اعمله اهو. ناخد مثلا كام؟ كده كفايه؟ كده كفايه؟ 40 مثلا. ناخد كده اهو. تمام؟ خلاص واقول له دن. عمل ايه؟ عمل بارتيشن بقى عندي ادي بارت وادي بارت تاني خالص. انما هما الاثنين يعني هما الاثنين في بعض بس فهم الاريا دي لوحديها والاريا دي لوحديها. طيب لما بعمل بارتيشن خليكم معايا بقى في كذا حاجه بتبوظ. انا الاول كان عندي بارت واحد. كنت عامل له ايه؟ كنت معرف له ماتيريال وباوندري كونديشنز ولودز. لما قسمته اثنين الماتيريال هتطير لان هو بقى عنده حتتين دلوقتي. ان الاول كان عندي حته واحده قايل لي ان هي ستيل. طب الحته الثانيه اللي ظهرت دي ايه؟ معرفش.
نفس الكلام بالنسبه لايه؟ انا كان عندي باوندري كونديشن على الايدج دي. طب دلوقتي الايدج دي بقت ايدج ولا بقت ايدجين؟ ايدجين. فالديفينيشن بتاع الباوندري كونديشنز هو كمان في الايدجز اللي انا اتقسمت هيروح، انما اللود مثلا هنا هيحصل له حاجه؟ مش هيحصل له حاجه، الايدج هي هي الايدج. انا لو جيت ارن كده دلوقتي على طول هيديني، هيفضل يديني في ايرورز، اول ايرور ان هو مش فاهم الماتيريال، بعد ما اعمله هيقول لي ايه الباوندري كونديشنز دي انا مش فاهمها. ارسم في السكتش بقى، اعمل ارك كده، خد الربع اللي انت عايزه ده وبعد كده اقول له دان. معايا؟ فانا هعمل ايه؟ هدخل الاول على البروبرتي، هاجي للسكشن اللي انا كنت عامل له اساينمنت. خليكم معايا خليكم معايا خليكم معايا، سيب البارتيشن دلوقتي. انا كنت عامل اساينمنت صح؟ هو مش هيفهمه دلوقتي، فهروح اعمل له ديليت واروح عامله تاني، ديليت الاساينمنت اللي انا عملته، وبعد كده هكرييت تاني. انا عايز اعرف ايه بقى؟ اعرف الاثنين، اعلم عليهم كده، احنا بنعلم هنا بشيفت مش بكنترول. دان، واقول له هما الاثنين هديهم نفس السكشن اللي انا عملته ده. خلاص. طيب هاجي على الباوندري كونديشنز. شو الماتيريال؟ ما خلاص، ما انا اساينت السكشن اللي هو انا اصلا معرف له ماتيريال. ما انا مسحته وعملته. انا دخلت مسحت ده القديم وكرييت واخترت الاثنين بقى مع بعض وعملت لهم نفس السكشن تاني. انا مسحت القديم الماتيريال. بص الماتيريال متعرفه جوه السكشن، هما الاثنين جوه اللايبرري بتاع البرنامج، ماليش دعوه بيهم. الاول كنت قايل له بقى ان السكشن اللي عندك في اللايبرري ده انا حاطه في الاريا الكبيره دي كلها. دلوقتي قسمت الاريا نصين، فهو مش فاهم النص التاني ده بقى ايه، مبقاش حاجه. فرحت شايل الاساينمنت اللي انا كنت عامله رميته وقلت له هات تاني الماتيريال اللي عندك في اللايبرري، السكشن اللي عندك في اللايبرري بالماتيريال بتاعته، وهختارهم بقى ايه للاثنين، حطهم في الاثنين دول بس. مش بيحصل حاجه للماتيريال والسكشن، الاساينمنت هو اللي بيتغير. طيب خلاص، ستيب زي ما هي، اسمبلي زي ما هو، اللودز بقى. نيجي تاني للباوندري كونديشنز. حتى هو بصوا التعريف اللي كان هنا راح، الاصفر والازرق الحاجات اللي كانت بتبقى فوق وتحت دي راحت، لان هو ما بقاش فاهم دلوقتي هما فين. فانا هدخل عليهم تاني. ما راحتش عنده شخص، انا عندي راحت. فهدخل، مفيش بقى، مفيش ايديت للديفينيشن، فانا هروح مسحهم واعملهم تاني. يعني مفيش ايديت ان اللي كان مكانها هنا هخلي مكانها هنا. الايديت بيغير الفاليوز بس، بيغير الحاجات يعني. فانا هعمل لهم ديليت وايه؟ واعملهم تاني. اعملهم بقى زي ما انتم عايزين. ماشي، هكريت مثلا، هنعملهم سيمتري هما الاثنين. كونتينيو. دلوقتي بقى عندي مثلا الايدج دي واللي تحتيها. الاثنين ده كل واحده لوحديها. دان، دول كده ايه؟ اكس سيمتري. دان، ماشي. كرييت الثانيه. عندي الايدج دي اخدها ايه سيمتري برضه. ايدج دي واللي جنبيها. الاثنين واي سيمتري. اوكي. دان، ديسميس خلاص. طيب. هاجي للمش طبعا هلاقيها راحت لان نفس الكلام، هلاقيها باظت تاني. هرجع هنا هقول له طيب دلوقتي انا بقى معايا اوبشن ان انا اعمل كل واحد لوحده صح؟ فانا هعمل اللي بره لوحده وبعد كده اللي جوه لوحده، فمش هستعمل سيد بارت. سيد بارت بتروح عامله ايه؟ سيدنج لكل اللي في وشي. فاستعمل اللي جنبيها دي، اللي جنبيها دي اسمها ايه؟ سيد ايدج. ماشي، سيد ايدج. ايه الايدجز اللي انت عايز تعملها سيد؟ هاخد مثلا اللي بره ده الاول اللي هو انا عايز اعمله كورس، مش اعمله مش كبيره كده وهسيبه خلاص على كده. هاخد الايدج دي والايدج اللي فوق دي والايدج دي والايدج اللي تحت، ادي الاريا اللي بره والارك. دان، ماشي. عايز اعمل لهم مثلا البارت كام؟ خليه مثلا كام؟ خمسه. خليه خمسه، وعشان يبقى احسن شيب فانكشن نخلي دي كام؟ 0.9 تقريبا. ماشي خلاص، عملنا له سيد اهو، عمل سيد للجزء اللي بره. طيب عايزين بقى نعمل الجزء اللي جوه، فهنعمل ايه تاني؟ سيد ايدجز برضو مش بارت. فهختار ادي ايدج، ادي الثانيه، ادي الثالثه. دان، ماشي.
اقول له ايه باي سايز بس ممكن اخلي دي كام بقى ونزلها واحد مثلا خلينا نبتدي بواحد ما جابتش النتيجه ما طلعتش اريا الاريا واحد واحد يعني سكوير تقريبا فبقى ممكن تطلع مربع ممكن تطلع مثلث على حسب بقى على حسب ايه اللي بقى اللي بيحدد ده ملي طالما احنا شغالين بالملي يبقى هو ملي بس ايه بقى اللي بيحدد لي بقى مربع من مثلث من شبه منحرف من الكلام ده اهي ايه دي اتش اوفر ال تمام فانا هنقول انا عايزها برضو ايه تقرب من مربعات ماشي اوكي ببص بقى الفرق بين اللي جوه واللي بره عامل ازاي السيدنج هنا والسيدنج هنا ماشي طيب لو انا عملت مش كده على طول بصوا بقى المنظر عامل ازاي لازم طبعا يوصلوا في بعض ما ينفعش واحد منهم يبقى 5 نودد يعني ما ينفعش الصغيرين اتنين منهم يخلصوا على الايدج واحده للكبير معايا فلازم هو الاليمنت يفضل يكبر يكبر عشان يوصلوا في بعض معايا صح يعني ما ينفعش اتنين من الصغيرين يخلصوا على الايدج واحده للكبير يبقى في نود كده في النص فيها ثلاثه ما ينفعش الكلام ده فلازم انا بيبتدي اهو بيحافظ لي على الايدج اللي انا عملتها واحد 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 اهم ثلاث ايدجات دول ويبتدي ايه بقى يقرب من الخمسه اللي في الايدج اللي ايه اللي على الايدج الثانيه طيب شايفين المنظر هنا عامل ازاي عشوائي برضو صح ستيل الى حد ما عشوائي يعني طيب في حاجه ممكن نعملها هنا بتنفع في ايه في الحاجات اللي بتلف في فريدياس تقريبا الحاجات اللي واخده كيرفيتشر كده ان انا اقول له ايه ان انا عايز اعمل حاجه اسمها سويب سويب دي يعني ايه يعني امسك دايمنشن وافرش فيه اللي هي بمعناها كده بالعربي امسك دايمنشن كده واتجاه وافرش فيه المش بتاعتك ما تبقاش عشوائي كده فانا اعملها ازاي هديليت المش الاول ادي المش هديليت مثلا ايه المش بتاع الريجون دي بس مش كله ايه اللي هو البارك ده ديليت ريجون مش اقول له ايه عايز ديليت المش بتاع البارك ده خلاص اللي بره اتعمل خمسة زي ما هو واسيبه على كده هديليت ده بس ماشي عايز اعمل ايه بعد كده هنعمل الجزء بتاع سويب ده سويب ده بنعمله ازاي نيجي حاجه هنا اسمها مش كنترول اهي بصوا اللي جنب مش كنترول ماشي عايز اعمل مش كنترول على ايه عايز اكنترول المش بتاع ايه بتاع الريجون دي اوكي ماشي طيب عايزها كواد يعني اليمنتس فور نودد ولا عايزها تريانجولر ولا عايزها كواد دومينيتد يعني من ده على ده بس كواد اكتر افضل حاجه ان انا هشتغل كواد كواد يعني فور نودد اليمنتس ما فيهاش مثلثات يعني ما فيهاش حاجه زي ده كده مش كنترول بس بيبقى في اليمنتس في النص لازم يعمل كده عشان الجيومتري اليمنت 2 3 بس فما ايه انا مش عايزه يطلع لي حاجه بالمنظر ده فانا عايز اشتغل كواد بس ده مش ميزه ممكن اجي الجيومتري ثانيه صعبه ما ينفعش كله يعمل كواد يعني افرض حاجه فيها هول مثلا وانا مخلي اليمنتس قد كده هيعمل الدايره ازاي وهو كله مربعات لازم يبقى عنده تريانجلر يعني في حاجات هلاقي ده يديني ايرور يعني هو مش حلو خلاص بس عايز اعمل ايه بقى عايز اعمل سويب عايز اعمل سويب طيب اعمل سويب في انهي دايركشن فبقول له ريديفاين السويب باس وريني الاتجاه بتاع السويب فهو مختار اتجاه ديفولت اللي هو ده يعني هيعمل سويب كده في اتجاه الريديوس لجوه كده لا انا مش عايز كده انا عايز ابتدي من جوه واطلع لبره يعني مش عايز الاليمنت اللي انا اعرفه يفضل يصغر 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 لغايه لما يختفي انا عايز انا اعرف اليمنت في الصغير وايه ويكبر لغايه بره لغايه لما يمسك مع الاليمنتس الكبيره دي تمام فهقول له هسلكت نيو فانا هاخد هسلكت نيو الراديوس ده او الراديوس اللي فوق طيب عايز ده ولا عايز فليب انا عايز اعمل له فليب يعني عايزه لبره كده خلاص يس تمام اوكي طيب ارجع بقى يا عم اعمل لي مش للريجون دي بصوا منظر المش بقى طلع عامل ازاي تفرق طبعا هتلاقي بقى الارقام دي بتفرق زي ما الاليمنت سايز بيفرق العشوائيه دي بتفرق بصوا بقى المنظر طلع عامل ازاي بادي من الايدج انا كنت مديله الريشيو كام اتش اوفر ال 9 من 10 تقريبا يعني سكوير وغصب عني بقى خلاص لازم يمشي في الاتجاه ده لغايه لما يوصل مع الاليمنتس الثانيه اللي هي الخمسه الكبيره اللي بره بس دان كده
دي كده ايه فاين مش ودي كورس مش الجزء اللي انا مش محتاجه مش هعمل بيه حاجه بره ده. طيب نرجع تاني نسبميت الجوب نشوف ده هيفرق في ايه ده مش هيطول قوي لان انت معظم الاليمنتس اللي بره كبيره انا خلص طلع 15.3 15.153 وانا طلع عندي 148 153 لا صدر اكتر ولا اكتر ثانيه واحده مش اس 2 2 اس 2 2 148 وتسعه ماشي لا 153 148 معايا ايوه حد يحسب كده الكي دي يطلع بكام 2.53 طيب بيصغر تاني 2.448 لا هي 153 عشان اعمل نص عامل نص ايه؟ الاليمنت سايز عامل نص ماشي ماشي يعني دي مثلا دي 148 فهلاقي ده كده تقريبا هي 148 هو واخد الاليمنت سايز نص ماشي كويس ان الريزلت مختلف 153.4 طيب انا لو جيت ارسم ده مع ده كده هلاقيهم طالعين عاملين ازاي؟ لو ده كده مش سايز وهنا كي في هلاقي ده كده طالع الكيرف ده عامل ازاي؟ هلاقيه طالع عامل كده صح؟ كل ما المش سايز قل كل ما الكي دي بتوصل تقرب من الاناليتيكال فاليو اللي هي 2.5 صح؟ كل ما ابتدي اصغر كده كل ما انزل بالمش سايز ماشي هنا ده كان ده نص ده واحد ده مش فاكر كان ثلاثه ده كان خمسه وهكذا لو كبرت تاني هلاقي دي في عماله تقرب من 2.5 طيب بوصل هنا المرحله بقى اللي هي بتبقى 2.5 يعني قدام كده المرحله دي مرحله ايه ساتوريشن خلاص انا وصلت مهما قللت في الايمن سايز خلاص على كده انا وصلت للكيتي بس فانا محتاج في الحاجات دي ان انا اشوف اول مرحله ساتوريشن دي فين عشان ما اشتغلش بعديها خلاص فانا دايما بحتاج في الكيسز اللي زي دي ارسم الجراف ده طول ما انا بقلل المش سايز اخد المش سايز قدام الفاليو اللي انا بحسبها بالنسبه للاناليتيكال بالنسبه للبنش مارك بروبلم اللي انا عارف النتيجه بتاعتها وابتدي اشوف انا فين خلاص الاليمنت سايز الايفكت بتاعه بيروح تمام ماشي وقدام ده برسم كيرف تاني اللي هو الايرور انا عارف عندي هنا الكي تي اهو الاناليتيكال الايرور هنا بيساوي ايه الكي تي الاناليتيكال ناقص الكي تي بتاع الفاينايت اليمنت على الكي تي الاناليتيك بطلع دول برضو وبرسم الجراف ده بلاقي ايه بقى الايرور كل ما المش سايز كل ما المش سايز قلت الايرور بيقل الايرور بيقل لغايه لما اقرب للايدج دي طيب لو انا عايز دلوقتي ارسم يعني عايز اطلع كده التوزيع بتاع الاستريسز بالنسبه لللاين ده عايز اشوف كده الفاليو اللي هو المنظر اللي انا رسمه فوق ده ايوه عايز اطلع الرسمه اللي فوق دي اعملها ازاي بقول له عايز ارسم حاجه من الاوتبوتس بالنسبه لباص معين بعرف حاجه اسمها باص واتيفر بقى الباص انا عايز اعرفه فين عايز اعرفه كده على الاكس عايز اعرفه على الواي واتيفر بعرف له حاجه اسمها باص وبقول له بعد كده ارسم لي بقى واتيفر انا هختار ايه من الريزلتس ارسمها لي بالنسبه للباص ده يعني خد الباص ده كانه الاكس بتاعك وارسم لي اي حاجه انا هقول لك عليها على الواي بعمل القصه دي ازاي باجي هنا في تولز اكتبوا الكلام ده عشان ما تنسوش تولز باص كرييت تولز قائمه تولز باث واقول له كرييت ماشي عايز اعمل الباص ده على ايه عايز اعمله على نود ليست يعني هختار نودز معينه هو ده الباص بتاعي نود ليست ماشي كونتينيو طيب بعد كده بقول له اد افتر او اد بيفور دول حاجتين زي بعض يعني النقط اللي انا بنطها واسيبها هو بياخدها معاه او ما ياخدهاش معايا عادي بقول له اد افتر خلينا شغالين اد افتر وباجي هنا عايز اعمل الباص فين احنا قلنا هنعمله فين في
هاخد كده الاكس ده، هاخد الاكس ده من بره لجوه او من جوه لبره كده، عشان الباص ده هرسم عليه. انا دلوقتي عايز اشوف توزيع ستريس اس 22 ده، عايز اطلع الجراف اللي انا رسمه ده. فانا عايز ارسم الباص ده واقول له اديني اس 22 بالنسبه للباص. فهبتدي ارسم الباص، هاخد مثلا اول نود، ثاني نود، ثالث نود. طبعا لو انا صغرت المش قوي هناخد سنه في القصه دي. فانا بعمل الكلام ده، بقرب في الاماكن اللي فيها فاريشن عالي او المهمه بالنسبه لي. اقرب يعني ممكن اخد 2 2، مش لازم واحده واحده، 2 2. لما ابعد شويه ممكن اخد 3 3 واتيفر يعني. يعني المهم بس ايه، ما تاخدش اول واحده واخر واحده عشان اعرف اللي هيحصل. اصل ممل قوي، مش حاجه يختار. معلش لا لا، دي لسه فيها مل من كده كتير. انا واخد نص، باخد كده الجزء الاول وبعد كده ايه خلاص بره ده يعني سهل. لا لا لا، ده انا طلعت، انا مشيت كتير وطلعت في الاخر. بس ادي الباص، وخلي بالكم ما ينفعش اقلب نود مكان الثانيه. يعني ما ينفعش انا نطيت 2 3 وبعد كده ارجع اخد واحده وارجع اكمل، هو بيمشي بالترتيب. يعني كده هتلاقي الجراف بقى طالع حاجه عجيبه، فاهمين؟ يعني بيمشي بالترتيب كده. طيب دان، ادي الباص خلاص، انا عملت كده باص اللي هو باص 1 ده. طيب عايز اطلع الريزلتس بقى بالنسبه للباص ده، فبعمل ايه؟ باجي هنا حاجه اسمها اكس واي داتا، اهي شايفينها الجدول ده، كرييت اكس واي داتا. يعني اديني ريزلتس بالنسبه لحاجه انا عاملها، عايز منك زي تشارت. طيب عايزها بالنسبه لايه؟ باص. انا لسه عامل باص دلوقتي اهو، كونتينيو ماشي. طيب ادي الباص، عندي غيره؟ ما عنديش غيره. طيب الواي فاليو انا عايز ايه في الواي فاليو؟ اس 2 2 هو مختاره اوريدي لان انا فاتحها. لو عايز حاجه ثانيه ادخل في الفيلد اوتبوت واختار اي حاجه انا عايزها. عايز ارسم اليو، عايز ارسم الاس، عايز ارسم الرياكشن فورسز، عايز ارسم الاسترين، اي حاجه اختار اللي انا عايزه. انا دلوقتي اس وعايز ارسم اس 2 2. اوكي بقول له ايه؟ بلوت. اقول له بلوت زي ما انا كده من غير ما اقفل، روح مطلع لي الجراف اهو، الجراف اللي احنا راسمينه. كرييت اكس واي داتا باص. وانا ما وصلتش الاخر. لو ما وصلتش الاخر هتلاقي الجراف قافل عندك في النص ده. ولو نطيت نود مكان نود هتلاقي بقى الجراف راح عامل كده وراح راجع تاني. بس واقول له بلوت. عايز اي حاجه ثانيه بقى؟ لو عايز مثلا لليو شكل الديفليكشن، يو واحد مثلا الديفليكشن في الاكس مثلا، اي حاجه. واقول له بلوت على نفس الباص. خلاص اللي انا عملته بيديني شكل الديفليكشن. الفاليوز دي ايه؟ بالنسبه للفاليوز اللي انا معرفها، يعني يو ده كده يبقى ايه؟ ملي باور نيجاتيف 3. مش غير بقى، خد اي فيلد اوتبوت انت محتاجه. خلاص انا عملت باص، خدت يو، خدت ستريس، رياكشن فورسز، اي حاجه. تمام؟ ده كده الباص. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ماشي. طيب لو انا دلوقتي عايز ابص على حاجه تانية، لو انا عايز ابص على يعني لو قلنا مثلا ايه هنا ممكن يبقى تانجنشال ستريس بالنسبه للدايره دي، وايه هنا ممكن يبقى راديال بالنسبه للدايره؟ تانجنشال يبقى ايه وراديال يبقى ايه؟ اللي هو يبقى ستريس كام؟ واحد واحد. ماشي، انا لو خدت واحد واحد دلوقتي يبقى راديال في انهي اتجاه راديال في انهي حته وتانجنشال في انهي حته؟ راديال عند اوطى نقطه هنا يعني كده؟ كده راديال صح؟ وهنا يبقى ايه؟ يبقى الواحد واحد برضه ايه بقى ايه هنا؟ تانجنشال صح؟ فاهمين الكلام ده؟ طيب تانجنشال ازاي؟ لا تانجنشال ازاي؟ تانجنشال هو واحد واحد ده مش اتجاهه كده في الاكس؟ كده. طيب واحد واحد هنا عند النقطه اللي فوق دي يبقى اتجاهه ازاي؟ تنجنشال للدايرة. ايوه. طب نفس الكلام اجيبه منين تاني؟ واحد واحد ده اللي حوالين الاكس. 2 2 العكس. 2 2 يبقى هنا تنجنشال وهنا راديال. تمام؟ خلاص. ماشي يا شباب. انا لو عايز اشوف راديال ستريس وتنجنشال ستريس بالنسبة للدايرة دي اجيبهم منين؟ لو انا مسكت مثلا اس 2 2، اس 2 2 ده اللي هو في اتجاه الواي. طيب اللي في اتجاه الواي ده فين هنا بالنسبه للدايره يبقى تانجنشال وفين يبقى راديال؟ تخيل كان انت عندك دايره اهو،
وعندك ستريس في اتجاه الواي. فين يبقى الخط ده بالنسبه للدايره دي تانجنشال في اتجاه التانجنت، وفين يبقى راديال؟ هنا يبقى تانجنشال وهنا يبقى ايه؟ راديال. بس فهمت؟ لو قلبت بقى خدت اس واحد واحد يبقى هنا راديال، عند النقطه اللي تحت دي راديال، وعند النقطه اللي فوق دي تانجنشال. بس تمام ماشي. حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ ماشي يا شباب، انتوا كده الاسبوع الجاي مفيش سيكشن خلاص؟ مش هلمني. طيب ماشي، انتوا مين ده مش موجود النهارده؟